تفضل اخ شكرا لك الرئيس انا والله استغرب قاعدين ننظر في تعيين اجانب في جيش دوله يا جماعه اللي قاعد يحصل مو شيء طيب احنا ما نعترض على البدون الشرفاء ما نعترض على اللي شاركوا في حروب اللي قاعد يصير استعانه في اجانب لجيش دوله الكويت باي دوله في العالم يتم اقرار تشريع وقانون لاحلال اجانب مكان على <applause> اخر البلد مفترض وهذا الاخ الوزير يسمع الكلام هذا وانا اعتقد وما اعتقد ان ان شاء الله اني واثق بان الوزير لو يعلم عن خبايا هذا الموضوع واضراره ونتائجه نتائجه بالمستقبل لا يمكن يوافق عليه يا اخوان هذا القانون قانون خطير جدا لا تستهينون فيه استعانه دوله بأجانب امر خطير اي واحد من اهل الكويت لا يمكن يقبله وانا اول واحد ارفض شكرا 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 أخي تفضل الامين العام يجرى التصويت نداء بالاسم انهاء المداوله الثانيه احمد نبيل الفضل